تواصل الأشواط مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وينطلق الشوط السابع عشر في انطلاقات أشواط صباحي هذا اليوم الخاص بالأبكار الفطامين. تتواصل فيه التحديات بحثا عن الفوز وعن الناموس. نسير مباشرة ونذهب بالمراكز الأولى بالمقدمة، نرى هناك الانطلاق وهناك التحديات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. هذه شوق، هذه شوق تتقدم المشاركات. وحدث الشاهينية لحارب بن يمع بن صبيح الذي تسيطر على مقدمة الشوط وتقود المشاركات، بينما المركز الثاني الثانية تاتي فيه وتتقدم في هذه اللحظات. هذه سرابة لعبيد بن سلطان بن علي الكتبي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث تقدمت فيه الظبي لسلطان بن سيف بالضبيعة الكتبي، بينما المركز الرابع رابع المراكز هذه تواجدت حشيمة لحمد بن سعيد بالحب العامري. يا سلام يا سلام يا سلام، أيضا شوط يحمل تحديات ويحمل أثاره. وانطلاق في هذه اللحظات الشاهينية 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 حارب بن جمع بن صبيح يتقدم على المركز الأول. الشاهينية مسيطرة، حارب بن يمع بن صبيح تقود المشاركات وتتحدى المنطلقات، ولكن القدوم، شوف القدوم من الجانب الآخر. الله اللي تقدمت واللي وصلت في هذه اللحظات. هذه شنذارة شنذارة سعيد بن مبارك بن محمد الكتبي تتقدم بالمركز الأول. شنذارة تتقدم بالمقدمة تنطلق بالمركز الأول. هذه شنذارة مسيطرة، ولكن التحرك كذلك، التحرك مشاهدي الأعزاء من 32 اللي تدخلت، ولكن يا سلام اللي في المركز الأول، اللي في المركز الأول لا زالت انطلقت بالمقدمة، أعلنت الفوز والناموس اللي هي شنذارة. تهانينا لسعيد بن مبارك بن محمد الكتبي. والمركز الثاني اللي هي رقم 32، المركز الثالث الشاهينية ليمع بن حارب بن صبيح. هذه الثلاث المراكز، التوقيت الزمني دقيقتين و14 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز.